رحلة من ورا، رحلة عمرها 10 سنين، أخذت حياتي كلياته. خلونا نطير مع بعض سوا حتى نتعرف عليها. أول فيديو وين؟ كلنا نحن وصغار كانوا يسألونا سؤال بالمدرسة، لما كنا صغار كانوا يقولوا لنا شو بدكم تصيروا بالمستقبل؟ أو شو الشيء يلي ممكن تنجحوا فيه؟ ونحن كنا نسأل حالنا نفس السؤال، بس كان جوابنا على قده، يمكن لأنه بهداك العمر كنا صغار، أو ما كان عندنا تفكير زيادة، لأنه كنا بهداك العمر صغير. بيوم من الأيام كنت لاقي الأطفال يلي حواليي وبعمري ملاقيين مكانهم بهوايات مختلفة، وملاقيين حالهم بنجاحات مختلفة مثل رسم، سباحة، كرة سلة، كرة قدم. بس أنا ما كنت لاقي حالي بهذا المكان. ليوم من الأيام كنت فاتح عم بتفرج على أفلام كرتون، كنت صف رابع. بهداك الوقت طلع على MBC 3 دقيقة واحدة كان طالع فيها شخص خلال الفاصل الإعلاني بين الأفلام كرتون ماسك بإيده ورقة بيضاء مربعة. هاي الورقة البيضاء مربعة هيك بلش يطوي، فحسيت في شيء جذبني لهالموضوع. لما بلش يطوي هي كان جبت ورقة بيضاء مربعة مثله. أول طوية طواها كانت معي أول طوية بطويها. بوقتها حسيت هالشيء جذبني وكملت معه لحد ما اكتشفت إنه هالشيء اسمه فن الأوريغامي. فن طي الورق، فن ياباني اشتهر بالقرن السادس الميلادي. هو عبارة عن كلمتين، أوري معناتها طي وغامي ورق. كنا نحن نعرف فن طي الورق هو عبارة عن فراشة، عبارة عن قارب، سفينة، طيارة، أو حتى مثل لما كنا نحن وصغار نكمش نعمل طيارات ونرميهم على أستاذ المدرسة، أو أو مثلا نجي نلعب نحن ورفقاتنا بالقوارب ونغرقهم بالمي. بس نحن يا ترى كنا بنعرف انه فن طي الورق هو فن له تقنيتين، تقنية ال 2D وتقنية ال 3D. تقنية ال 2D هي عبارة عن ورقة واحدة، ورقة بنقدر نعمل فيها أي شكل بدنا اياه، بس ما بيخلينا نطلع فيه شكل ثلاثي الأبعاد. وتقنية ال 3D هي عبارة عن أشكال بتعطينا ثلاثية الأبعاد مثل هدول الأشكال يلي عندنا، لحتى نقدر حتى كمان نصمم بورتريهات ونصمم لوجويات، لحتى مثل كأنه رسام عم يشرح وش أي شخص ويرسمه قدامه. نحن نفس الحكي، بس عبارة عن شو؟ عبارة عن مبادئ يلي أنا تعلمتها من الكتب تبع الأوريغامي. الكتب موجود فيها أساسيات لحتى نقدر نتعلم فن طي الورق، وكمان موجود فيها كيف ممكن نحن نشرح يعني شخصية الإنسان ونعملها بالورق بورتريه، وكمان فينا نعمل شخصيات كرتونية هي نفسها اللي أنا هلا بوقتها منها واقف قدامكم، فينا نعملهم 3D كمان لحد يعني شيء ملموس قدامنا. بس يا ترى نعرف إنه فن طي الورق هو بخص الهندسة المعمارية، بخص يعني حلم الطفولة بالنسبة لي. فن طي الورق بقلب إذا فينا ندمجه مع العمارة، هو عبارة عن فولدينج أرتيتكشر بيسموها، تقنية العمارة المسنية أو العمارة المطوية خلينا نقول. هي عبارة عن دمج الأوريغامي مع العمارة. بس يا ترى شو ممكن يطلع منه؟ يطلع منه هيك تصاميم. هاد جناح اليابان بإكسبو دبي 2020 تميز ضمن المهندس يلي صممه واخذ المرتبة الثانية أكثر تميزا بين الجناحات، يعني تصميما أحسن أو أحلى. وقت صرح المهندس تبع المصمم قال إنه نحن دمجنا أعرق شيء عندنا باليابان يلي هو الأوريغامي مع فن طي مع الهندسة المعمارية. يعني دليل على ذلك إنه نحن فينا ندمج المهارة الفنية مع المهارة الأكاديمية. بس يا ترى كمان وين راح توصلنا لهالقصة؟ أو وين أنا حتوصلني هالقصة؟ أنا ما كنت لاقي مكاني وأنا صغير مثل ما يلاقوا الأطفال الباقيين مكانهم، يلاقوا مكانهم بكرة سلة، كرة قدم، رسم، أنا ما كنت لاقي مكاني هون. أنا هلا لقيت مكاني بالأوريغامي، وأنا هلا قدامكم
بصفتي غيث السعدي الفنان الأول بسوريا وصاحب المعرض الأول بسوريا. الأوريغامي علمني كثير شغلات، ترك فيني آثار بحياتي هي غيرت الشخص اللي واقف قدامكم، هي خلت غيس هذا اللي واقف قدامكم غير غيس الصغير يلي كان كل همه اللعب وكان همه يعني خلينا نقول بالعامية الأردني مثل ما اليوم أنا واقف قدامكم بعد 10 سنين من شغلي بالأوريغامي، بلشت صف رابع لحد الآن. أنا قاعد عم بشتغل بالأوريغامي ولحد الآن ما وقف طموحي، أنا سميتها بالنسبة لي هي رحلة السعادة، لأنه أنا هاي الرحلة هي غيرت من حياتي كتير شغلات، علمتني الصبر، علمتني الخيال، وعلمتني الإرادة. يمكن أنا لو بهداك الوقت اختصرت وأنا وصف رابع هالضيقة الأوريغامية كنت لا شفتوني هلأ هون، كنتوا شفتوني هلأ غيس يلي بيضل بس بيسمع كلام أهله إنه عمل هيك وعمل هيك، ما لاحق طموحه. بس أنا تعلمت قوة الإرادة، إنه لا أنت إذا عندك شيء بالعكس خليك وراه، لأنه أنت راح تكون الداعم الوحيد لنفسك، وأنت الداعم الأبدي لحالك قبل أي شخص ما يجي يدعمك. لما أنت تكون رضيان عن حالك هي أهم شغلة، هون بتبلش خطوة نجاحك، لما أنت يكون من جواتك في اكتفاء ذاتي. وكمان علمني الصبر ولهلا عم يعلمني إياه بسبب تبعات الكهرباء. أنا اليوم حابب أوجه رسالتين، رسالة لكل حدا بعمر غيس، أنت مالك عاجز أو عندك يأس إنه ما تكمل الطريق، يمكن أنت حلمك تصير لاعب كرة قدم مثل كريستيانو أو ميسي، وممكن تصير أنت حابب تكون مشهور كرة السلة أو أي شيء يعني بسيط بالحياة، مثل ما أنا صرت بسبب هالورقة، بسبب ورقة بسيطة يلي هي أبسط شيء بالوجود. فأنتوا كملوا، أنتوا ضلوا احلموا، لأنه الإرادة أحلامنا لما بتعطش بالإرادة بترتوي، نحن الإرادة من عنا المنبع، فنحن إذا ما كنا منبع لنفسنا ما راح نكون لحدا غيرنا حتى. ورسالتي لكل حدا من الأهالي إنه تابعوا شغف أولادكم، تابعوا شغف ابنكم بنتكم، يمكن يلاقوا حالهم بأبسط شيء، يمكن ما يلاقوا حالهم في الشيء أنتوا اللي بتحبوه، بالعكس أعطوهم مساحتهم يعبروا عن الشيء اللي هن بالدنيا، يعبروا عن الشيء اللي هن بيحبوه والشيء اللي هن حابين يطمحوا له وينجحوا فيه، لأنه إذا صاروا مثل النجوم أنتوا وقتها حتفتخروا فيهم إنه خليتوهم يلحقوا طموحهم، ما خليتوهم يتدمروا بسبب أحلامكم أنتوا. وهلا اليوم أنا لقيت شغفي وكنت معكم غيث السعدي، هلا صار دوكم تلاقوا شغفكم.